وسط العاصمة الألمانية برلين. تتوافد الجماهير، أبناء شعبنا، أبناء أمتنا، أنصار قضيتنا، جنسيات عديدة حقيقة. أتوا هنا في مشهد قمة في الروعة وغاية في الأهمية، نصرة لفلسطين. الشعارات التي تردد: الحرية لفلسطين، أوقفوا حرب الإبادة ضد شعب فلسطين في غزة والضفة، حرب ضد الإنسانية بامتياز. وما نشهده من تحولات في العالم حقيقة إنه لمؤشر واضح بأن الاحتلال وأعوانه قد هزموا على الأقل بداية هزيمة أخلاقية بامتياز، هزيمة إعلامية بامتياز، حصار دولي بامتياز. الجامعات من كل أنحاء العالم نسمع ونرى الطلب الذين انتصروا لفلسطين. هذه الحرب التدميرية التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا ولم يذعن لقرارات محكمة العدل الدولية، قالوا بقرار صريح واضح: أوقفوا الحرب والنار في رفح. فالرد من الاحتلال كان مزيدا من الغارات والدمار. محكمة الجنايات الدولية ستصدر قرارا بأن يقودوا نتنياهو ومن معه إلى السجن. في ذلك رسالة حقيقة للدول والساسة الذين ما زالت مواقفهم تتأرجح: قصروا الطريق على أنفسكم، ففلسطين ستنتصر حتما. وصمود شعبنا على مدار 8 أشهر هو العامل الأساس في تغيير الكفة في العالم نصرة لفلسطين. فلسطين القضية الإنسانية بامتياز، فلسطين وغزة حركت العالم وأفاقته من غفلته. فلسطين وغزة هي العنوان للتحرر البشري بإذن الله، منتصرون بإذن الله. الرحمة لشهدائنا، الشفاء للجرحى، المهر والثمن غالي الذي دفعه شعبنا، ولكنه طريقنا إلى الحرية بإذن الله.